ايه يا جماعة، سلام باهل اوتوا. اليوم بدنا نروح على محل اسمه النودلز. هذا المحل مشهور جدا لانه مش كندي، صيني، بس بيعمل نودلز مش طبيعية لانه بيعملها باليد. خليكم معنا، خلينا نشوف. هون بسوي قاعد المعكرونة أو النودلز. طلع 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 طلع. اخر شيء بتصير رق من الخيط. اسلام يا شيفو. طلع 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 طلع. هون لحمة خروف وغنم. هاي حكينا هلا لحمة العظم تبعت الخروف، بغلوها كويس عشان يطلعوا منها الشوربة. وهاي شوية شغلات بحطوها فوق النودلز. الاختيار لازم تختار شو الثيكنس تبعت النودلز تبعتك. بدك اياها كتير رفيعه، بدك اياها خميله، وبدك تختار قديش بحرق. فلازم تختار بحرق شوي، بحرق شو نص، بحرق كتير. مش نظافه المكان، طلعوا كل اشي بلمع ونظيف. very very clean يعني صراحه. كله بتعقم بالبخار. هذا النوع الثاني من النودلز، شايفين كيف سحبها بطريقة أخرى. فنان يا الله. هذا جوا، هاي كمان نوع بيختلف عن الأول. هذا سواها هو الأخضر، هاي الثاني يجيب بصمان صحن شوربة تبعت اللحم. طبعا شغلات هاي طحابيش الحلوة. هاي هذه أزكى شغلة في الصين، اللي هو يسموه اللحم الأحمر، اللي هو لحم سلانشو. هذه اللي طلبناها اليوم مش طبيعي.
عجبتكم القناة بأمل منكم كل كتب سبسكرايب لايك كومنت وشير.